حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيد خالد المالك، رئيس اتحاد الصحافة الخليجية ورئيس هيئة الصحفيين السعوديين ورئيس تحرير صحيفة الجزيرة السعودية. مساء الخير سيد خالد، وأهلا بك في نشرة الثالثة. نجاح كبير لمنتدى صحيفة البلاد، وكان بمشاركة عدد كبير من الصحف الخليجية والشخصيات الإعلامية الخليجية والعربية، وهو ليس بمستغرب كيف كون أن الجميع يعلم أن السعودية هي بيت العرب والمسلمين حتى الكبير. ما أهمية أن يكون هناك صوت إعلامي موحد لمواجهة هذه الحملة المغرضة ضد السيادة والمكانة المحفوظة للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية؟ أولا طبعا في بداية حديثي أريد أن أحيي زملائنا في صحيفة البلاد البحرينية الذين تبنوا هذه المبادرة وعملوا التنظيم الجيد لتخرج بهذه الصورة المثيرة المقنعة لكل أحرار العالم ولكل المهتمين بحقوق الإنسان. في هذه المبادرة تذكرنا أيضا بكثير من المواقف الأمريكية، مواقف الاستخبارات الأمريكية التي لا تبنى على أساس، ولعل ما ادعوه في خلال غزو العراق من أن العراق يوجد فيها أسلحة محظورة ينبغي طبعا أن يتم التخلص من النظام بهذه الحجة التي لم تكن صحيحة. اليوم يتحدثون عن مقتل الزميل جمال خاشقجي رحمه الله، يتحدثون من خلال بيان خلا من أي إثبات، من أي حجة، من أي كلمة مقنعة للناس، للمفكرين، للبسطاء، للعقلاء، لكل أفراد المجتمع في العالم، فقط لتشكيل موقف أمريكي من أن المملكة العربية السعودية بقيادة ولي عهدها هم من تولوا تصفية الزميل الخاشقجي، وتبين من خلال المحاكمة في المملكة العربية السعودية وبحضور 5 دول الأعضاء في مجلس الأمن وأسرة الخاشقجي والوصول إلى الحقائق الصحيحة وليست الحقائق المزيفة، وبالتالي صدرت الأحكام ما بين سجن وقتل، وتفهمت أسرة الخاشقجي هذه الأحكام واعتبرتها أحكام عادلة. اليوم نحن نتكلم عن بيان استفزازي، بيان طبعا مسيس، بيان له أهداف معينة، تعاملت معه المملكة بمجرد صدوره بما ينبغي أن يتم التعامل معه، وهو الرفض الكامل والقاطع وعدم قبول هذا البيان وكأنه لم يكن. هذا البيان طبعا يتحدث عن أمور يشم منها طبعا الابتزاز، يشم منها تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، يشم منها أيضا تزييف الحقائق وصولا لأهداف لا نعرف ماذا تقصد من خلالها الاستخبارات الأمريكية. نعم السيد خالد المالك، رئيس اتحاد الصحافة الخليجية ورئيس هيئة الصحفيين السعوديين ورئيس تحرير صحيفة الجزيرة، شكرا جزيلا لك.